احنا محتاجين الاول نفهم، محتاجين نعرف ايه جدل القرود، عبارة عن ايه، اعراضه ايه، خطورته ايه، بيتنقل ازاي، ومن البشر للبشر ولا لا. رحبوا معايا بالاستشاري المعروف واستاذ الحالات الحرجة بلندن، الاستاذ الدكتور حاتم سليمان. مساء الخير يا دكتور حاتم. أنا أستاذ تامر، أهلا بحضرتك أستاذ المشاهدين. ازاي حضرتك؟ ان شاء الله اكون بخير الحمد لله، ربنا يخليك. شكرا. الحمد لله. جدري القرود ماذا تعرف عنه يا دكتور؟ بالتأكيد طبعا، بالتأكيد هو طبعا الفيروس نفسه مش جديد، هو فيروس قديم اكتشف لأول مرة في الخمسينات، بس كان في الاول خالص في قرود المعمل، وده اول طريقه اكتشفوا بيها. وبعدين اول حاله سجلت في البشر كانت سنه 70. كويس. ومن وقتها كان معروف انه بينتقل اكتر عن طريق الفئران والسناجب، يعني بشكل اكتر من القرود، لكن فضل اسمه جدر القرود لانه اكتشف في القرود الاول. تمام. وهو من الاشياء اللي بتنتشر في الاغلب في مناطق محدوده في افريقيا، وسط وجنوب وغرب افريقيا. وأول مرة كان اكتشف كان في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وطول السنين اللي فاتت ما كانش فيه منه قلق، لأن الحالات المسجلة كانت بتبقى في الأغلب حالات زارت الدول دي وبتبقى حالات خفيفة. الجديد مؤخرا إن ما زال الإصابات خفيفة، لكن بدأ يتم تسجيل حالات ما عندهاش تاريخ زيارة للدول، وطبعا ده سبب القلق وخلى العلماء تفكر إن ممكن الفيروس يكون تحور بحيث انتشاره بين البشر يكون اسهل. طيب هو انا دكتور الفيروس بينتقل من الحيوان للانسان، يعني من القرد او الفئران او السناجب زي ما حضرتك تفضلت الى الانسان؟ بالفعل هو معروف ان هو انتقل للانسان لاول مره سنه 70، ومن وقتها كان بينتقل من الحيوان للانسان وكذلك من الانسان للانسان. بس الزياده الجديد هو الانتشار الغير مفهوم مؤخرا، اسرع من اللي متعودين عليه. ما ده معناه ايه؟ تحور للفيروس؟ قد يكون، لسه ما فيش بيانات واضحه، بس اكيد في تفسير، لان حتى الان مش مفهوم ازاي الحالات بتزيد، وحالات كتير منها ما عندهاش سابق زياره للدول الافريقيه دي. تمام. ومؤخرا هو كمان معروف عنه انه بينتقل عن طريق الجلد والاغشيه المخاطيه، فمحتاج تواصل عن طريق الجلد اي جرح بينتقل عن طريق، معلش تاني ايه يا دكتور؟ عن طريق الجلد والاغشيه المخاطيه، يعني ممكن اللعاب، ممكن عن طريق يعني لازم يبقى فيه تواصل مباشر مش بالهواء والتنفس. بالظبط، هو لا انتقاله، وده من الحاجات اللي تطمن نسبيا، هو مش هيبقى زي فيروس كورونا المستجد، لان هو مش بينتقل بنفس الطريقه، هو بيحتاج تواصل مباشر. تمام. بالظبط كده. تمام. طيب ايه المرض بالظبط؟ ايه اعراضه وايه المخاطر منه؟ هو الاساس بيعمل حراره، وبعد الحراره بيبدا يظهر تضخم في الغدد الليمفاويه، ودي من الحاجات المعروفه جدا فيه. وبعد كده بيظهر بقى اهم شيء، وهو الطفح الجلدي، بيبدا على الوجه وبعدين ينتشر على الجسم. هو اتسمى جدري القرود لانه بيعمل نفس الطفح الجلدي بتاع الجدري. ده مختلف تماما عن الجدري النائي اللي بيجي لاطفالنا، ملهوش اي علاقه بيه. تمام. بس هو من نفس عائله فيروس الجدري الاصلي، اللي هو اللي بيعمل طفح جلدي، اللي تم القضاء عليه. بالظبط كده، بالظبط. بس الجيد ان حتى الان واضح ان الاصابات كلها خفيفه جدا، لم تسجل وفيات، والقلق بس من سرعه الانتشار غير مفهومه حتى الان. طيب هل منذ اكتشافه زي ما حضرتك تفضلت من سنه 70، رغم ضعف الحالات وندرتها، بس هل تم اكتشاف دواء او عقار له ولا لسه؟ بالفعل هو في لقاح موجود في امريكا مسجل ضد لقاح ولا دواء؟ وكمان اللقاح، لا لقاح، ما فيش دواء محدد ضد الفيروس، لان هو علاجه علاج تحفظي، لان هو اعراضه بتبقى خفيفه. تمام. وكمان الجيد ان اللقاح المعروف بتاع السمولكس اللي كنا اللي بيه قدرنا نقدر نسيطر بشكل تام على السمول بوكس من سنوات طويله، بيشتغل بشكل جيد ضد الفيروس ده، لانه من نفس العائله، من عائله الجدريات. انها طلعت بالظبط كده من نفس العائله. تمام. واسبانيا طلعت من مخازن اللقاحات اللي هي السمول بوكس القديمه، الجدري الاصلي، وبتديها للناس اللي تواصلت مع
المرضى اللي حصل لهم الاصابه بالفيروس. لكن هو مش مميت لا قدر الله. لا، هو الحقيقه الخطر منه قليل. المعروف ان الحالات اللي هو الفئات الاكثر ضررا منه هم الاطفال والحوامل واللي عندهم مناعه ضعيفه. فالفئات دي بالتحديد فرصه حدوث مضاعفات عندهم بتزيد، لكن يختلف تماما عن فيروس كورونا المستجد. هو لما بيجي في كبار السن، وبيجي في يعني مش كبار السن، الناس العاديين باغلبيه الفئات العمريه المتوسطه بيكون بسيط. وهنا في بريطانيا اغلب الحالات بيبقى في الرجال ما بين سن 20 ل 50 سنة. ولوحظ كمان أستاذ تامر أن كتير من الحالات المسجلة هنا في بريطانيا وفي أسبانيا هم من الرجال مثلي الجنس، وده مخلى العلماء بيحاولوا يدرسوا هل التواصل الجنسي بين الفئات دي هو بيزود السبب. انتشاره ولا لا. حتى الآن مفيش معلومات مؤكدة. دي معلومة برضو قد تفيد الباحثين في هذا الملف. طيب اخيرا دكتور، هل عندكم حاجه في لندن تقدر تقولها لي، امراض جديده وفيروسات جديده كده، عشان بس نستناها من دلوقتي من الكنترول كده، حاجه ليها علاقه بهبل الغزلان، مش عارف ايه، الجديان، اي حاجه، عشان احنا خلاص بقينا متوقعين. لا خالص والله، الوضع هنا في لندن الحمد لله مستقر، يعني الناس ماشيه بشكل كويس، حتى التعايش بقى تام مع فيروس كورونا المستجد، والناس ما بقتش بتركز قوي على الاخبار دي بشكل كبير. بس بيتهيالي اهم شيء استاذ تامر ان الناس تحرص. كل الفيروسات دي الوقايه منها بسيطه، غسيل الايد باستمرار بالميه والصابون، الاجراءات النظافه البسيطه والاساسيه، عدم مشاركه التاولز او الفوط مع اي شخص تاني، بيقلل كتير من انتشار الفيروسات. صح. دي بكافه انواعها. انا عندي سؤال صغير، معلش انا اسف يا دكتور، بس انا بستغل خبراتك العلميه معانا. هو سؤال يعني بصفة عامة كده، هل تعتقد حضرتك انه التقدم العلمي والابحاث العلمية المتقدمة قوي ومحاولة اختراع الاختراعات اللي احنا بقينا فيها كل ثانية، هل ده سبب في خلل ما في الطبيعة؟ ده سبب في الامراض الجديدة اللي بتطلع دلوقتي بكثرة، الفيروسات المتحورة الكتيرة، وما خفي كان اعظم؟ وارد طبعا، يا سؤال جاي جدا من حضرتك استاذ تامر. هو للاسف الانسان ما خلباش باله من الطبيعة، يعني للاسف يعني احنا اذينا الطبيعة بشكل كبير، واللي بيحصل ده بشكل ما هو جزء من الحاجات اللي بنشوفها من الطبيعة، وما قدرش طبعا أكد هو السبب ولا لا. هناك اسباب اخرى، في ناس بتقول ان الاغلاق او نظرية بتقول ان الاغلاق اللي حصل خلى مناعة الناس تضعف ضد الفيروسات اللي ما كانتش بتعمل مشاكل قبل كده. وبرضه هناك يعني اعتقد بعد جائحة الكورونا بقى في احسعام بالقلق من اي اخبار تخص الفيروسات. صحيح. وده اعتقد قلق صحي. بس لكن هو الاكيد اللي حضرتك بتاكده ان احنا لم نراعي الطبيعه وصلاحيه الطبيعه انها تفضل طول الوقت على سواءها اثناء سباقنا العلمي. اكيد 100% بدون شك استاذ تامر، بدون شك. ويا ريت نتعلم من الدرس ده ونخلي بالنا من الطبيعه، ونبقى حريصين في التعامل الجيد مع الحيوانات، ويبقى الموضوع فيه شوية دراية وفهم بالفترة الجاية إن شاء الله. أنا بشكرك شكرا جزيلا الصديق والدكتور حاتم سليمان، أستاذ الحالات الحرجة، كان معنا مباشرة عبر الهاتف من لندن.